مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عدد من التقارير الدولية. النهاردة أنا مش هتكلم، ولكن حسيب الصحافة الإسرائيلية والبريطانية هي اللي تتكلم وتوضح أن هناك توقعات إقليمية ودولية وصلت لحد اليقين أن مصر لديها خطة واضحة لدخول قطاع غزة، ولكن ساعة الصفر حتى الآن غير معروفة إلا لصانع القرار السياسي والعسكري في العاصمة المصرية. جورنال هارتس الإسرائيلي نشر تقرير كتبه تسيفي باريل بعنوان: إن لم تطرح إسرائيل حلا إنسانيا في قطاع غزة فإن مصر سوف تفعل ذلك. التقرير تم نشره أيضا على منصة بي بي سي ولاقى اهتمام إقليمي ودولي واسع لما جاء فيه من مفاجآت. بتقول الصحيفة إن الرئيس السيسي خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين وكل زعماء أوروبا شدد مرارا على أن حل مشكلة غزة لن يكون على حساب مصر، وإنه لا ينوي أو يقبل أبدا وتحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال توطين لاجئين فلسطينيين في مصر. ويضيف الكاتب أن مصر من الناحية العملية لن تستقبل لاجئين فلسطينيين، ولن تكون مصر الدولة التي تساعد إسرائيل على خلق نكبة جديدة أو القضاء على القضية الفلسطينية أو المقاومة في ظل حرب مستعرة في القطاع، وإن موقف مصر الصارم أمر مفهوم، إذ يخشى السيسي وكبار قادة الجيش المصري الذين اتخذوا هذا القرار من عودة الإرهاب لسيناء أيضا. المقال بيقر بالمخاوف المصرية بأن فتح معبر رفح أمام القادمين من قطاع غزة سوف يؤدي إلى تنشيط الإرهاب في سيناء مرة تانية، وأن هناك نشطاء حمسويين وإسلامويين سوف يتسللون مع الغزاويين عبر معبر رفح، وبالتالي فإن الإرهاب سوف يعود إلى سيناء في اللحظة التي تستسلم فيها مصر لفكرة توطين الغزاويين أو استقبالهم كلاجئين في سيناء. وبيقول الكاتب إن القاهرة أعلمت واشنطن أن الحل سيكون داخل غزة وليس خارجها، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في هذا التوقيت هو تفعيل هدنة أو وقف لإطلاق النار لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإيجاد حل إنساني فورا. المقال الإسرائيلي هنا بيقر أيضا بأن الولايات المتحدة عرضت على مصر في الأسابيع الماضية مكافآت مالية كبيرة مقابل استقبال اللاجئين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق إسقاط بعض ديونها أو زيادة مساعدتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار. وبيقول الكاتب أن مصر بتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية وعدم تمكين جميع الشاحنات التي جرى الاتفاق عليها من دخول غزة. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة أنه بحلول يوم الثلاثاء دخلت حوالي 650 شاحنة منذ 31 أكتوبر، وهو غير كافي إذ كانت تدخل قبل الأزمة حوالي 500 شاحنة يومياً للقطاع. وبيضيف الكاتب أن معبر رفح الحدودي بيقع تحت السيادة المصرية، ولكن القاهرة لا تجد هذه السيادة مفيدة بشكل خاص طالما أن إسرائيل تقرر متى ومن سيمر وعدد الشاحنات والأشخاص الذين يمكنهم المرور عبره يومياً من الجانب الفلسطيني. وده اعتراف من الصحافة الإسرائيلية بما يعرفه أي شخص عاقل أن غلق المعبر هو قرار إسرائيلي وليس مصر. ولكن هنا لنا وقفة تانية، هل يمكن لمصر فتح المعبر رغما عن إسرائيل؟ الكاتب الإسرائيلي هنا هو اللي بيجاوب وبيقول: إسرائيل قصفت معبر رفح 3 مرات قبل نحو شهر في إشارة منها إلى أنها لن تسمح بنشاطه دون موافقة إسرائيلية، وسوف تضرب أي شحنات تدخل غير متفق معها عليها، وسبق وضربت قافلة إسعاف كانت قادمة إلى مصر لأنها لم تنسق معها مسبقا. ولكن الخوف الآن هو أن الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستدفعه إلى فتح المعبر من جانب واحد، لأنه يبدو أنه منذ ذلك الوقت اشتدت الحاجة إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية فضلا عن الضغوط العربية والدولية. وخد بالك من الفقرة اللي جاية دي مهمة قوي، وإنه إذا أخفقت إسرائيل في تحقيق ذلك قد تستنتج مصر أن فتح المعبر بشكل مستقل يمكن أن يعزز الدعم الذي تحتاجه القاهرة للخروج من المأزق حسب وصف الصحيفة. وبيكمل سيفي باريل بأن مصر ليست سوريا، والقوافل الإنسانية المصرية ليست قوافل تقصف وهي في طريقها من إيران أو من سوريا إلى حزب الله، وسيطلب من إسرائيل إظهار استجابة سريعة بشأن القضية الإنسانية قبل أن تفعل مصر شيئاً حيال ذلك بمفردها. الحقيقة الكلام ده خطير جداً جداً. ليه خطير؟
هارتس الإسرائيلية بتتكلم علناً إنه عدم استجابة إسرائيل للطلبات المصرية بوقف العدوان وكسر الحصار، فإن مصر سوف تدخل قطاع غزة منفردة دون التنسيق مع إسرائيل. وهنا لازم نقف عند الجملة بتاعت إنه مصر ليست سوريا أو إيران يمكن ضرب قوافلها، ولازم نفهم هو يقصد بيها إيه. هنا الكاتب بيحذر حكومة الاحتلال إن الدولة المصرية لو قررت إدخال المساعدات داخل غزة دون التنسيق مع إسرائيل مش هتسيبها لإسرائيل تضربها، ولكنها هتدخل تحت حماية الجيش المصري سواء مظلة الدفاع الجوي المصري أو الطائرات الحربية المصرية. بمعنى إن مصر سوف تفرض منطقة عازلة وآمنة داخل القطاع من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، وإن إسرائيل لو تقدمت إلى جنوب القطاع في محاولة لتهجير سكانه إلى سيناء فإن مصر قادرة على تدشين منطقة آمنة للمدنيين في جنوب القطاع تحت حماية الجيش المصري وتفرض فيها حظر طيران داخل قطاع غزة إن لزم الأمر، وإنهاء لعبة التوطين والتهجير والوطن البديل وغزة هي سيناء. وخليني أفكرك بجملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض. الرئيس قال التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، ومهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها. ولازم نوضح هنا إن مصر وقتها لا تعتدي على كامب ديفيد ولا حتى بتواجه إسرائيل، لأنه قطاع غزة مش إسرائيل ولا حتى إسرائيل أعلنت أنه منطقة احتلال، ولكنه قطاع محرر من سنة 2005 ويمكن العمل بداخله بالاتفاق مع سلطاته تماما كما عملت مصر عسكريا في شرق ليبيا بطلب من البرلمان الليبي. وهنا مصر لا معتدية أو طمعانة في شيء خارج حدودها، ولكنها بتوجد حل إنساني بالقوة فشل المجتمع الدولي في إيجاده بالسياسة. عشان كده أنا عاجبني قوي عنوان البي بي سي: إن لم تجد إسرائيل حل إنساني فإن مصر سوف تفعل. إحنا هدفنا إيجاد حل إنساني لأهلنا في غزة وليس أي هدف آخر. طبعا لما أنت تضرب مشروع القرن الأمريكي بالطريقة دي وتفشل مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومخطط التهجير، هيتم اتهامك بدعم الإرهاب وتقوية قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وطبيعي جدا هنشوف تعاملات غير شريفة في ملف الاقتصاد والعملة والاستثمارات الأجنبية. ناهيك عن مخاطر إن إسرائيل وهي في حالة الجنون دي تفكر تعتدي على قوافلنا، وساعتها الجيش هيتصدى ليها ونبقى في حالة حرب. ولكن أمن مصر القومي خط أحمر، وده ردي على اللي ممكن يسأل: طيب إحنا ليه ما عملناش كده لغاية دلوقتي من الأول؟ أو إمتى ممكن يحصل ده؟ الأمر متروك فقط للقيادة السياسية اللي شايفة الصورة الواسعة وعارفة إمتى تبقى استنفذت الحلول الدبلوماسية وإمتى تبدأ تستخدم الحلول الخشنة، إمتى تتكلم بالسياسة وإمتى تتكلم بالحرب. إحنا دورنا دعم بلدنا في كل الأحوال وفي كل الاختيارات، ونتفاهم إنه أي خسائر في العلاقات أو الاقتصاد ممكن نعوضها طالما لسه على الأرض في حاجة اسمها دولة ووطن وحدود. إنما لو راح الوطن، لو البيت اتفكك، يبقى لا ليها أي لازمة عملة ولا اقتصاد ولا استثمارات أجنبية. لسه منتظرين ما سوف تسفر عنه الوساطة المصرية بخصوص الإفراج عن الرهائن. هل يتم الانتصار في معارك السياسة؟ أم إنه حان الوقت لمعارك السلاح أن تقول كلمتها؟ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. مصر درع فلسطين التاريخي لن تسمح للقضية أن تموت. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.